بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا ابنائي الاعزاء في هذه الحصه الجديده واللي كتتعلق طبعا بالدرس السابع من مكون التاريخ طبعا المرجع هو المفيد في الاجتماعيات اذا الان سنشرح في الدوره بدايه الدوره الثانيه اذا العنوان الدرس كما ترون المغرب قيام الدوله الادريسيه وانتشار الاسلام في المغرب طبعا ابنائي نتعرف عن اهداف تعلماتي اول حاجه اتعرف ظروف تاسيس الدوله الادريسيه وامتدادها الجغرافي اذا ما هي الظروف لتاسيس هذه الدوله وطبعا ما هو امتدادها الجغرافي اصف مدينه مغربيه في عهد الادارسه طبعا هي مدينه فاس والتي كانت هي العاصمه ادرس معلمه ادريسيه طبعا واحد المعلمه اللي هي هامه ومعروفه جامع القرويين امهد لتعلماته دخل الاسلام الى المغرب الاقصى في القرن الاول الهجري سبع ميلادي على يد الامويين وفي اواخر القرن الثاني هجري ثمانية ميلادية ثامن ميلادي تاسست اول دوله مغربيه اسلاميه مستقله عن الخلافه بالمشرق على يد الادارسه فمن هم الادارسه؟ اذا سنتعرف من هم الادارسه؟ وما ظروف قيام دولتهم بالمغرب الاقصى؟ ما هي الاسباب التي جعلتهم تم انشاء دولتهم بالمغرب الاقصى وما نتائج ذلك ما هي النتائج طبعا التي تحققت اشتغل واتعلم اتعرف ظروف تاسيس الدوله الادريسيه وامتدادها الجغرافي طبعا كي نتعرف عن ظروف سنرى هذا الخط الزمني اول حاجه مهم بزاف لمراحل التاريخيه الكبرى للدوله الادريسيه اذا المراحل الكبرى اول حاجه نشوف هنايا عقبه بن نافع طبعا دخل سنة 62 هجرية اللي هي 681 ميلادية هنا كانت مرحلة الفتح الإسلامي للمغرب في عهد الأمويين إذا بداية طبعا أولا الدولة طبعا اللي كانت طبعا فتح دخلت المغرب هي الدولة الأموية نعم إذا الدولة التي كانت طبعا المغرب تابع لها هي الدولة الأموية وهذه البداية 681 ميلادية نعم لاحظوا في هذه المرحله هذه اللي هي مرحله التاسيس وهي مرحله من المراحل الكبرى للبني ادريسيه مرحله التاسيس يعني 172 هجريه الموافق ل 788 ميلاديه كانت مبايعه ادريس الاول نعم مبايعة ادريس الاول اذا هذه مرحله التاسيس في مرحله التاسيس توفي الادريس الاول طبعا سنه 793 ميلاديه اللي هي موافقه المئة وسبعة وسبعون هجرية نعم كما ترون نمضح الصورة نعم نعم أهي إذا مرحلة التأسيس ثم جاءت مبايعة إدريس الثاني ابن إدريس الأول طبعا مبايعة إدريس الثاني فهنا كانت مرحلة مهمة مرحلة التوطيد والامتداد يعني مرحلة توسع الدولة توطيد اولا ثم الامتداد هي التوسع لكن في 828 ميلاديه الموافق ل عشر هجريه وفاه إديس الثاني طبعا فتمت بعدها مبايعه يحيى بن محمد سنه 848 ميلاديه 234 هجريه بعده طبعا ثم في هذه المرحله نهايه مرحله التوطيد والامتداد او مرحله طبعا التوسع وفاة يحيى بن محمد سنه 800 وطبعا 59 ميلاديه الموافق ل 245 هجرية ثم كانت مرحله الضعف والانقسام مرحله الضعف والانقسام طبعا انتهت نهايه الدوله الادريسيه في عهد علي بن الحسن اللي هي 985 ميلاديه وطبعا قلنا 375 هجرية المراحل الكبرى ديال الدولة هي مرحلة التأسيس، مرحلة التوطيد والامتداد، ثم مرحلة الضعف والانقسام. إذا هذوما المراحل اللي خصنا نضبطوهم مزيان أبنائي الأعزاء. مرحلة التأسيس، مرحلة التوطيد والامتداد، ثم مرحلة الضعف والانقسام. نقرأ هذا النص طبعا آه، نقرأ هذا النص ها هو مضحف. فر مولى إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب من وقعة فخ سنة 169 هجرية 786 ميلادية في عهد العباسيين بالمشرق في عهد العباسيين بالمشرق حتى نزل مدينة وليلي استقبله اسحاق الاوربي زعيم قبائل اوربا وجمع اخوانه وقبائل اوربا فعرفها بنسب ادريس وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادريس الاول ينتمي الى نسب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من قرابته من قرابه طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت له البيعه سنعرفكم بالبيعه سنه 72 و100 الموافق 788 ميلاديه على الاماره هل البيعه انه يكون اميرهم القيام بامرهم وصرواتهم وغزوهم واحكامهم اذا البيعه يعني القيام بامرهم وصرواتهم وغزوهم وأحكامهم، ثم بعد ذلك أتته القبائل من أهل البربر الأمازيغ، من أهل المغرب فبايعوه، فبايعوه، إذا أنتم قرأوا النص أكثر من مرة، ثم عن جواز من الخط الزمني سنة دخول الإسلام إلى المغرب، ها هو دخل الإسلام المغرب، سنة نوضحوها، ها آه هي 681 ميلادية، اللي هي 62 هجرية، نعم. واذكر اسم الدوله التي كان المغرب تابعا لها الدوله الامويه الدوله الامويه نعم سامدكم بالكتابه طبعا في علبه الوصف اتعرف انطلاقا من النص طبعا النص ها هو الوثيقاتنا. نسب المولى ادريس وظروف مغادرته بلاد المشرق متجه المغرب اذا نسبه كما وجدنا انه ادريس قرابته من رسول الله يعني ينتمي الى طبعا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو هنا ادريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب فعلي بن ابي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إدريس الاول ينتمي الى علي قرابه علي بن ابي طالب فمعنى انه ينتمي الى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ظروف مغادرته هو انه فر من وقعه فخ وقعه فخ سنتعرف عليها طبعا كانت معركه سنعطيكم تعليق ديالها اذا فر من واقعه فخ طبعا اللي كانت في عهد العباسيين بالمشرق هذه دي الظروف ديال المغادره ديالو اسمي القبائل التي استقبلته المدينة التي نزل بها واحدد تاريخ مبايعته والمهام التي اسندت له اذا القبائل التي استقبلته كاين قبائل يا آية قبائل اورابا ثم الاهل البربر اهل البربر الاولى هي قبائل اورابا والمدينة التي نزل بها طبعا مدينة وليلي نزل ها مدينة وليلي مدينة وليلي طبعا أه. وأحدد تاريخ مبايعته تاريخ مبايعته ها هي مبايعة الأول كانت 788 ميلادية الموافق 172 هجرية هذا هو تاريخ مبايعة إدريس الأول والمهام التي أسندت إليه فطبعا كان القيام على الاماره الاماره القيام بامرهم طبعا القيام بامرهم صلواتهم غزوهم واحكامهم فطبعا كان هو الامير اماره القيام بامرهم وصلواتهم غزوهم واحكامهم احدد اعتماد الخط الزمني المراحل التاريخيه الكبرى التي مرت منها الدول الادريسيه وحسب مده حكمها اذا فالمراحل الكبرى هما هذه مرحله تاسيس مرحلة التوطيد والامتداد، ثم مرحلة الضعف والانقسام، هاد الشيء مرحلة التأسيس، مرحلة التوطيد والامتداد، مرحلة الضعف والانقسام. وطبعا جميع الدول اللي غنقروا إن شاء الله دابا، طبعا أغلب الدول اللي في مورد الأدارسة المرابطين ودا، عندهم ثلاث مراحل أساسية، مرحلة التأسيس، مرحلة التوطيد والامتداد، ثم مرحلة الضعف والانقسام. نعم. إذا مدة حكم الأدارسة حداش انتهى الحكم ديالهم يعني 985 ميلاديه وبدايه كانت 788 788 نديروا 985 ناقص 788 ونحسبوها وتعطينا مثلا 197 طبعا سنه اذا بغينا نحسبوها طبعا الميلاديه اذا اعيد المراحل الاساسيه اللي خصنا نكونوا نضبطوها ونعرفوها عندنا في المراقبه المستمره في الفروض هي خصنا نكونوا عارفين مرحله التاسيس مرحله التوطيد والامتداد ثم مرحله الضغط والانقسام طبعا نعرفوا طبعا الخلفاء اللي تعاقبوا على الحكم ديال دول الادريسيه ادريس الاول ادريس الثاني ثم يحيى بن محمد نعم نمر دابا الان الى الان سنمر الى مجال حكم الدول الادريسيه إذن عنوان الخريطة هو مجال حكم الدولة الإدريسية المفتاح هو اللي كيوضح لنا طبعا الخريطة اللون الأخضر منطقة حكم الدولة الإدريسية لاحظوا منطقة حكم الدولة الإدريسية فطبعا وصلت إلى الشمال إلى باستثناء هاد النكورة وسبتة هاد المنطقتين أو هاد الإمارات ثم هنايا في الغرب إلى هاد إمارات برواطة وطبعا وصلت في الشرق الى تلمسان اذا ثم في الجنوب الى هاد نول يعني هي منطقة امتداد الدوله الادريسيه استثناء إذ اذا الامارات اللي ما عربيه مستقله هي سبته والنكورة ثم اماره طبعا بني بدرار ها هي حسب مفتاح ثم منطقه اماره برغوطه هنا هذه هي عاصمه الدوله الادريسيه ها هي اللي هي عاصمه الدولة هي فاس هنا خطوط التجاره نعم لاحظوا خطوط التجاره فنلاحظ ان فاس منطقه موقع استراتيجي هام يعني محور او نقطه التقاء طبعا الخطوط التجاريه اهم المحطه التجاريه لاحظوا هنا طبعا فاس كاين هاد نكور سبته وكنجيو في جنوب اغمات هاد طبعا ثم نول ثم سجل ماسة. ثم تلمسان هنا في الشرق وتازا اذا هذه كلها طبعا مناطق تجاريه اذا السؤال الاول احدد مجال امتداد دول واذكر اسم الامير الذي حصل هذا الامتداد اذا الامير هو الادريس الثاني هو اللي حصل في عنده هذا الامتداد الواسع وطبعا قلنا الامتداد دياله هو هذا في الشمال حد نكور سبته في الشرق الى تيمسان الجنوب نول بسيطنا طبعا هذه المناطق اللي هي الامارات وقلنا المولى الادريس او الثاني هو اللي حصل عنده هذا الامتداد وهذا التوسع وسمي الامارات التي ظلت خارجه عن سلطه الدوله الادريسيه الامارات كاين اماره نكور سبته كاين هاد اماره برغواطة طبعا واماره هادي بني مدرر وها اماره برغواطة اللي بسلا موقع عاصمه إدريس واهميتها التجاريه أبينوا اذا طبعا في اين تقع فاس طبعا تقع فاس في شمال لاحظوا وسط المغرب ها وسط المغرب هي في شمالي وسط المغرب ده هو وسط المغرب اذا في شمالي وسط المغرب اهميتها انها موقع طبعا استراتيجي وملتقى الطرق لاحظوا ملتقى الطرق التجاريه طبعا بين طبعا الشمال وطبعا الجنوب والشرق نعم اذا عندها اهميه موقع استراتيجي نعم اذا لها موقع استراتيجي استخدم دور الادارسه في توحيد المغرب الاقصى ونشر الاسلام نعم طبعا قام الادارسه طبعا بطبعا توحيد المغرب لاحظوا ثم قاموا كذلك من بين المبادئ اللي هي نشر الاسلام نشر الاسلام سنضع كتابات حول هذا دور الادارسه سنضعه في علبه الوصف نعم الآن سنمر إلى النشاط الثاني اللي تيقول لنا أصف مدينة مغربية في عهد الأدارسة طبعا مدينة فاس أه لما لا نقرأ هذا التصميم ديال مدينة فاس أولا وعاد نشوفو هذا النص إذا عندنا هنا فاس كتنقسم إلى قسمين كاين عدوة الأندلسيين ثم عدوة القرويين فطبعا هنا كاين الحي اليهودي هنا طبعا اقترب تما ثم عندنا دار الاماره هنا عدوه القرويين جامع القرويين طبعا وهنا مسجد الشرفاء بالنسبه لهذه العدوه هذه عندنا عدوه الاندلسيين الأشياخ مسجد الاندلس وطبعا هنا كنشوفوا الخيط هذا السور الحالي هذا هو السور طبعا الحالي وهذه الاسوار الافتراضيه لعدوه فاس والادريسيه ما هذا هذا الاسوار طبعا الافتراضيه ثم هذو أبواب العدوتين ها هما أبواب العدوتين، نعم ها هما أبواب طبعا كاين مجموعة من الأبواب سنقرأ النص ثم نجيب على الأسئلة حتى نتمكن ونستوعب الدرس وفي سنة 192 هجرية الموافق ل 808 استأنف إدريس الأصغر المقصود إدريس الأصغر هو إدريس الثاني بناء مدينة فاس استأنف عدوة الأندلسيين بعد أبيه لأن يعني كان بداها الأب ديالو هو استأنف بناء عدوة الأندلسيين هذه بعد أبيه فأدار بها الأسوار نعم فأدار بها الأسوار وأنشأ بها المسجد المعروف بجامع الأشياخ نعم بجامع الأشياخ ثم شرع في السنة الموالية في بناء مدينته المعروفة بالعالية نعم هي هذه طبعا بمدينته طبعا العالية في العدوة المقابلة للوادي طبعا يعني وديفاس عدوه القرويين ها هي عدوه القرويين ثاني كذلك فانشا بها دار الاماره نعم دار الاماره القيصريه والاسواق دفيه الاسواق نعم في ثم وأنش وادار بها الاسوار نعم هو ادار بها الاسوار وانشا بها دار للسكه لسك النقود وامر الناس بالتوسع في البنيان بداخلها امر الناس بالتوسع في طبعا البنيان بداخلها نعم إذا اقرأ النص وثيقة ولاحظ الرسم كما قرأنا قبيلة ثم الرسم استخرج انطلاقا من النص القسمين اللذين تتكون منهما مدينة فاس وأسمي كل قسم منهما وتاريخ بنائه إذا كما شفنا قبيلة القسمان هما القسم الغربي اللي فيه عدوة القرويين والتاريخ بناء ديالها مكتوبة تما 192 هجرية موافق 808 راه كاينه في النص ثم القسم طبعا الشرقي كاين عدوة الأندلسيين تاريخ بناء ديالها كانت السنة الموالية يعني 193 الأخرى بدا 192 والأخرى غتكون السنة الموالية يعني 193 طبعا ميلادية هجرية 193 هجرية قالوا لنا السؤال أتعرف مختلف المنشآت المعمارية المشيدة في كل قسم إلا رجعنا للصورة كاينه عندنا عدوة الأندلسيين اللي فيها مسجد الأشياخ كما قلنا قبيلة عندنا مسجد الأندلسيين نعم هاي كما قلنا بالنسبة مثلا الأندلسيين كاينه مسجد الأندلس مسجد الأشياخ هذه طبعا المنشآت اللي كاينة تما هنا جينا للقا عدوة القرويين كاين جامع القرويين دار الإمارة مسجد الشرفاء طبعا كاين الحي اليهودي وطبعا القيصرية اذا السؤال الموالي عندنا موقع قسمي مدينة فاس فطبعا عدوة الاندلس تقع في المنطقة الشرقية هنا في المنطقة الشرقية شرق وادي فاس ثم بالنسبة لعدوة القرويين عدوة القرويين تقع طبعا في القسم طبعا المنطقة الغربية غرب وادي فاس ثم عندنا السؤال قال لك ما وظائف مدينة فاس طبعا وفي في مدينة فاس طبعا من خلال النص والصورة أنها سياسيا طبعا تعتبر فاس عاصمة الدولة الإدريسية طبعا فهي عاصمة الدولة الإدريسية واقتصاديا أنها مركز تجاري كانت ملتقى طبعا نقطة التقاء مختلف الطرق التجارية وعلميا احتوائها المساجد التي كان دورها طبعا انا دك التدريس وقد نقول انها مركز الاشعاع الثقافي ومنبر للحضاره العربيه مركز الاشعاع الثقافي ومنبر للحضاره طبعا العربيه نعم ادرس طبعا معلمه ادريسيه جمع القرويين كما قلنا اذا دورنا النشاط الاخير في سنه 245 هجريه بدات اشغال حفر الاساسات الأولى لجامع القرويين من إنشاء امرأة مهمة القيروانية هي فاطمة أم البنين الفيرية سبق ودرنا عرض في اللغة العربية فيها بعدوة القرويين وقد حفرت بئرا لتوفير الماء اللازم لبنائه وكان الأمير إدريسي آنذاك هو يحيى هو الذي خول رخصة بنائه وأعطى موافقته على المشروع قبل إنجازه إذا طبعا قلنا هو جامع القرويين لاحظوا من ديالو هاد طبعا خصنا نعرفوا هاد اش يقول لهم بعد انمي معجمي فالبيعه تعاقد مع الامير الذي تتم مبايعته على اساس شنو التزام بطاعته قيام بتطبيق الاسلام والعدل والدفاع عن البلاد اذا هذه البيعه تعاقد مع الامير الذي تتم مبايعته على اساس ماذا التزام بطاعته طاعه والقيام بتطبيق الاسلام والعدل والدفاع عن البلاد الامويين الدوله الاسلاميه التي تاسست بالمشرق بعد خلافه علي بن ابي طالب وخلفهم العباسيون في الحكم عدوة هي ضفة البحر أو النهر عدوة الأندلسيين نسبة إلى عرب الأندلس الذين وفدوا على فاس من قرطبة من الأندلس دارو ميتين عدوة القرويين نسبة إلى عرب إفريقيا يعني تونس الحالية قدموا من إفريقيا واستقروا بفاس واستقروا بفاس إذا قالوا لنا هنا أقرأ النص وألاحظ الصورة ألف وباء ليش نقبلها اسمي المعلمه التي تحدثوا عن النص نعم قرينا النص قبيلا المعلمه هي جامع القرويين طبعا جامع القرويين ثم أستجمع الوثيقه اسم بانيا بانيها كما قرانا قبل قليل هي فاطمه ام البنين الفهريه والتاريخ بناء هو 245 هجريه وطبعا الامير الذي بنيت في عهده هو يحيى حيث خول اعطاها الرخصه خول لها ومنحها رخصه بنائه ابريزو طبعا انطلاقا من الصورتين سبعه والاشكال الهندسيه المعتمده في بنائه هذه المعلومه وبعد عناصرها طبعا اذا تعددت طبعا هنا تعددت انواع والوان واشكال الزخارف اللي موجوده في الجامع القرويين طبعا هناك اشكال هندسيه متنوعه كنا المربعات كاين طبعا المثلثات دوائر الاقواس نعم ساضع لكم في علبه الوصف توضيحا اكثر ننتقل الى اقوى تعلماتي، اوظف مكتسباتي في الدرس وابحث عن المعلومات المطلوبه لمن الجدول نعم بعدها نفقه واستعين طبعا بالخط الزمني اللي عندنا اذا المراحل عندنا مرحله التاسيس مرحله التوسع التوطيد والتوسع والتوطيد وطبعا الامتداد ثم مرحله الضعف والانقسام اذا كل فتره فتره التاسيس كانت طبعا بين 788 ميلاديه ل 803 واهم الامراء كما رجعنا الخط الزمني عندنا ادريس الاول اذا الانجاز ديالو اول حاجه هو اسس الدولة توحيد البلاد نشر الاسلام ساضع لكم في في علبه الوصف هذه الاجابات ثم مرحله التوطيد والامتداد فكانت طبعا 803 من 803 إلى و واهم الامراء هو ادريس الثاني ثم يحيى بن محمد يحيى بن محمد آه إذا الموجزات ديال إدريس إدريس الثاني أولا استئناف بناء عدوة الأندلسيين هنا ثم طبعا بناء عدوة الأندلسيين وأنشأ عدوة القرويين أنشأ عدوة القرويين طبعا وتوسيع البلاد وطبعا نشر الإسلام ثم مرحلة الإنقسام والضعف فكانت من 850 تل 859 تل 985 في عهد علي بن الحسن طبعا هذيك كانت مرحلة الضعف والانقسام سنرى أه هنا بعض الأسئلة مهمة نجاوب عليها أحدد انطلاق مكتسبات تاريخ بناء جامع القرويين فطبعا تاريخ بناء هو 245 هجرية راه عندنا في طبعا في الدرس أه هو اسم فاطمة الفهرية أم البنين وموقع بنائه طبعا فمدينة فاس طبعا أبين نوع التعليم الذي نشأ به اعتمادا على النص نوع التعليم طبعا سنرى ده ساضع عليكم هذا الشيء في علبه الوصف